معي. الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. النوع الأول الالتفات بالبصر، بأن يلتفت بنظره يمينا وشمالا، فنقول إن الالتفات بالبصر مكروه. النوع الثاني الالتفات بالوجه فقط، بأن يلتفت بوجهه من غير أن يلتفت بجذعه، فنقول كذلك إنه مكروه وأشد كراهة من التفات البصر، وليس بمبطلين للصلاة ولو تعمدهما. الدليل ما ذكره المصنف مما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فسماها صلاة، فدل على أنها ليست بباطلة، ولأنه اختلاس أي نقص للصلاة. الأمر الثالث الالتفات بالجذع، الالتفات بالجذع وهو الصدر والبطن، فمن التفت بجذعه عن القبلة بطلت صلاته، لأنه يكون قد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، والشروط يجب وجودها واستصحابها في أثناء الصلاة كلها. إذن هذه ثلاثة أنواع. النوع الرابع الالتفات بالبصر أو بالوجه إلى السماء. هذا الالتفات إلى السماء تعارض فيه حديثان. الحديث أول حديث الاختلاس المرء، فإنه يدخل في عموم الالتفات، لأن الالتفات إلى السماء داخل في ذلك. والحديث الثاني الوعيد الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفع رأسه في صلاته، أن يقلب الله رأسه رأس حمار. المشهور عند الفقهاء أنهم غلبوا العموم فقالوا إن الالتفات في صلاتي ولو إلى السماء مكروه وليس بمبطل، لكن الالتفات إلى السماء كراهته شديدة جدا، أشد كراهة من الالتفات يمينا وشمالا. وقيل وهي رواية في مذهب أحمد أن الالتفات إلى السماء حرام ولكنه ليس بمبطل، فيكون حراما